السلام عليكم. إذا أعزائي الطلبة، نواصل موضوع تطور القضية الفلسطينية. إذا في الحصة الماضية قلنا أن الحرب الأهلية اللبنانية التي انتهت في 1982 كان من نتائجها رحيل المقاومة الفلسطينية من الأراضي اللبنانية وتشتتها عبر العالم، ونقل القيادة الفلسطينية من أو نقل مقر قيادة القيادة الفلسطينية إلى تونس. وكذلك من أهم النتائج هي مجزرة صبرة وشتيلة التي قام بها شارون ضد اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي اللبنانية. طبعا من 1985 سوف يدخل العالم في متغيرات جديدة، أولهما ما يحدث في الكتلة الشرقية بعد وصول غورباتشوف إلى السلطة، وبداية التقارب بين الشرق والغرب. وطبعا أبرز هذا التقارب ما سيحدث في مؤتمر مالطا 1989. لكن قبل هذا نلاحظ أن أهم ما ميز القضية الفلسطينية هو اندلاع الانتفاضة الأولى في 1987، في ديسمبر 1987. هذه الانتفاضة التي اعتمدت على الحجارة، ما يعرف بأبناء الحجارة، وأصبحت مقاومة داخلية تعتمد على الحجارة وتعتمد على كل العناصر الفعالة الموجودة في المجتمع الفلسطيني داخل فلسطين، من نساء أطفال رجال إلى شبان إلى آخره. طبعا هذه الانتفاضة التي أقلقت السلطة اليهودية طبعا، مما وسوف يتم الإعلان بعد ذلك في نوفمبر 1988 عن قيام دولة فلسطين بالجزائر. إذن تصبح لفلسطين هيئة رسمية وهي الدولة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات. في نفس أو في تقريبا في فترات متقاربة في 1989 سوف يكون هناك لقاء مالطا بين غورباتشوف وجورج بوش الأب، وينتهي هذا اللقاء بمجموعة من القرارات، منها حل المشاكل الدولية بالطرق السلمية ومن بينها القضية الفلسطينية. وهنا طبعا تبدأ بداية الاتصالات السرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. فكان لقاء مدريد الذي توج في أوسلو باتفاقية السلام أو اتفاقية أوسلو، التي بموجبها تم الاعتراف بين الطرفين، أي أن الفلسطينيين اعترفوا بوجود الدولة الإسرائيلية بفلسطين، والدولة الإسرائيلية اعترفت بوجود الدولة الفلسطينية وضرورة قيام سلطة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية، وإقرار مبدأ التقسيم. يجب أن أذكر أنه حتى في 1948 كان هناك تقسيم للأراضي الفلسطينية، وين ظهر فيه اتساع الأراضي الدولة اليهودية وتقلص أراضي الدولة العربية. إذن في 1991 سوف تبدأ الاتصالات ويتم الاتفاق على أو المصادقة على اتفاقية أوسلو أو ما يسمى باتفاقية السلام. طبعا هذه الاتفاقية التي أقرت وجود دولة يهودية ودولة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية، أو ما يسمى بقيام الحكم الذاتي بفلسطين. طبعا هذه الاتفاقية السلام سوف تتوج بتاريخ 13 سبتمبر 1993،
تحت رعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون التوقيع على الاتفاقية واتفاقية السلام أو ما يسمى باتفاقية الحكم الذاتي، والتي أكدت على وحدة القدس. إذن وحدة القدس واعتبارها عاصمة أبدية لفلسطين، أو هذا التصريح تصريح بيل كلينتون الذي كان أكثر الرؤساء صراحة في عندما أيد أثناء حملته الانتخابية وحدة القدس واعتبارها عاصمة أبدية لإسرائيل، رغم أن الفلسطينيين يؤكدون على أن القدس عربية وهي عاصمة، يجب أن تكون هي عاصمة الدولة الفلسطينية العربية. طبعا منذ ذلك التاريخ سوف تبقى القضية الفلسطينية بين مد وجزر تظهر على الساحة الدولية، رغم تأييد كل المنظمات الدولية لشرعية الدولة الفلسطينية وقيام الدولة الفلسطينية، إلا أنها طبعا تبقى بين مد وجزر. فبعد اتفاقية أوسلو ل 1993، وكان قبلها في 1991 لقاء مدريد، تأتي 1994 بأحداث هامة، منها دخول ياسر عرفات إلى الأراضي المحتلة أي إلى فلسطين وقيام السلطة الفلسطينية. رغم هذا تبقى القضية الفلسطينية حتى اليوم بين مد وجذر، وعودة الفلسطينيين إلى الانتفاضة اللي سموها الانتفاضة الثانية بعد تعنص الكيان الصهيوني في تطبيق قرارات أوسلو والاعتراف بالسلطة حق السلطة الفلسطينية على أراضيها، والاعتراف بوحدة القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية. إذن هذا هي أهم التطورات التي عرفتها القضية الفلسطينية منذ 1948 إلى وقتنا الحالي، علما أنه من أبرز الأحداث التي أثرت على القضية الفلسطينية إن لم أكن ذكرتها في السابق، وهو ما حدث بعد حرب 1973، وهو التوقيع على معاهدة كامب ديفيد والتطبيع الذي وقع بين مصر وإسرائيل وانعكاساته على القضية الفلسطينية. طبعا هذه الانعكاسات التي ما زالت متواصلة حتى اليوم. لدينا بعض النصوص حول بعض القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مثلا القرار الإجماعي للكونغرس الأمريكي حول هجرة اليهود إلى فلسطين في 19/12/1945. ماذا يقول هذا القرار؟ إن الولايات المتحدة تحبذ إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي بفلسطين، وإن الولايات المتحدة سوف تستعمل مساعيها الحميدة لدى السلطة المنتدبة لجعل أبواب فلسطين مفتوحة لدخول اليهود بحرية إلى ذلك القطر إلى أقصى قدرته الزراعية والاقتصادية، وسوف تتوفر هناك فرصة كاملة للاستعمار والتنمية بحيث تكون لهم الحرية في استئناف بناء فلسطين كوطن قومي لليهود. هذا إصدار للجامعة العربية في القاهرة في سنة 1967. إذن تلاحظون أن السلطة الأمريكية كانت تدعم التواجد اليهودي بفلسطين منذ 1945. طبعا المنظمات، أعطيكم بعض المنظمات الإرهابية اليهودية، الهجانة
منها فتى الهجان، منظمة إرهابية يهودية تأسست بعد الحرب العالمية الأولى، قدر عدد أفرادها ب 60,000 عام 1946 طبعا. وهذه المنظمات هي اللي قامت بالأعمال الإرهابية التي خرجت على إثرها بريطانيا من فلسطين. الأرغون أي المنظمة العسكرية منظمة إرهابية متطرفة انشقت عن الهجانة وتزعمها مناحم بيغن الذي تولى رئاسة وزراء إسرائيل في الفترة ما بين 77 إلى 83 وصاحب جائزة نوبل في عام 1978. شتارن منظمة شتارن منظمة إرهابية متطرفة انشقت عن الهجانة وعرفت بعنفها الشديد ضد الفلسطينيين، لأن حتى الآن ما زال فيه فلسطين يهود متطرفين رافضين معاهدات السلام وهم ومعرقلين لتطبيقها. فقد نهبت هذه المنظمات العسكرية الإنجليزية وحاولت اغتيال المندوب السامي البريطاني في 1944 كما قلت في السابق، ودمرت نزل الكينغ دافيد بالقدس في نفس السنة، كما ساعدت آلاف اليهود على الدخول إلى فلسطين بطرق شرعية، وهي من ارتكبت أشنع المذابح في حق الشعب الفلسطيني فيما بعد. هذه المنظمات الإرهابية التي كان هدفها هو تصفية الوجود الفلسطيني، ما زال هدفها حتى الآن تصفية الوجود الفلسطيني بالأراضي الفلسطينية. إذن إلى هنا نكون قد أنهينا موضوع القضية الفلسطينية، وإلى اللقاء.